الحقيقة طبعا كابتن محمود بكر الله يرحمه واحد من اللي شاركوا معانا في قناة الأهلي بتعليقه بخفة دمه الله يرحمه. الحقيقة علشان نرصد كل اللي اشتغلوا في قناة الأهلي وشاركوا في النجاح هناخد يومين ثلاثة، لكن بنقف عند الحتة المهمة قوي، هي كانت سمة من سمات قناة الأهلي، هي العمل الجماعي، إنكار الذات، وده جزء من النادي الأهلي كمؤسسة، لأن قناة الأهلي جزء من مؤسسة الأهلي، وبالتالي كان مهم قوي نقف عند الكل بيشتغل، مش مهم انت بتعمل ايه بقى، من اول ما بتخش القناة الكل بيشتغل وكل عايز ينجح. دي كانت السمة الغالبة على مدار السنوات اللي فاتت كلها. الحقيقة قبل ما اتكلم في خبرين مهمين لازم اقف عندهم علشان نتكلم عنهم مع ابناء النادي الاهلي، وانا كنت الحقيقة حريص على اني اعرفكم بابناء عيلة الاهلي، اذا كان كابتن سيد، كابتن فاروق، كابتن وائل، كلهم ابناء من غير تايتل، من غير وظيفه، هتلاقيه يحب الاسم ده، هتلاقيه اكيد وهسالهم اذا كان فعلا الا اذا انا غلط، دي تبقى مصيبه بالنسبه لي. لكن الخبر المهم اللي لازم نقف عنده ان جه جواب من اتحاد الكوره فيما يخص رخصه الانديه المحترف. الاهلي اصبح نادي محترف رسميا، وانتوا عارفين ان الاتحاد الدولي بيبعت لكل الانديه في العالم علشان احتراف الانديه، وبالتالي كان بيبقى فيه شروط. الاتحاد الدولي بيبعت عن طريق الاتحاد الافريقي، الاتحاد المصري، الانديه، كل واحد بيوفق اوضاعه فيما يخص الشروط. هم حوالي 5 شروط، سواء بقى مالي، اداري، فني، انشائي، قانوني، دي الشروط الخمسه اللي بتطلب. النادي الاهلي مستوفي الشروط، بعتها، جات الرخصه رسميا النهارده في خطاب رسمي من اتحاد الكوره، والرخصه جايه بكره زي ما اتقال لي. فهنا لازم نقول ان هو ده العمل المؤسسي، هو ده احترام اللوائح، هو ده النادي الاهلي اللي بيتفرد دايما وبيبقى سباق دايما في التعامل مع القوانين واللوائح. عشان كده بنهني النادي الاهلي، مجلس الاداره، وجميع العاملين في قطاع الكوره، في ادارات النادي المختلفه، وبنهني جماهير النادي الاهلي على حصول النادي الاهلي على رخصة الاحتراف. ده الخبر الأولاني المهم. الخبر الثاني هو تهنئة رئيس الفيفا إنفانتينو للنادي الأهلي بمناسبة حصوله على النادي الأهلي على الدوري العام، وجه وطبعا وصدنا على الشاشة رد النادي الأهلي كمان، لأن كان لازم يبقى فيه خطاب، لأن جه خطاب رسمي لاتحاد الكورة موجه للنادي الأهلي بتهنئة خاصة من إنفانتينو رئيس الفيفا بفوز النادي الاهلي بالدوري العام، وطبعا ببارك لجماهير الاهلي. حصل كمان رد من النادي الاهلي بتوقيع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي للرد على الخطاب والتهنئه. ده اللي عايز ابدا بيه الحقيقه حواري